هل جيمرا تريد الحصول على أمير مرة أخرى؟ هل كمال ونارين سيتزوجان؟ هل يتم القبض على كمون من قبل الشرطة؟ هل الأمير وفريدة سيصبحان عاشقان؟ أهلا ومرحبا بكم محبي مسلسل اليمين، ولكن قبل البدء اشترك معنا في القناة لكي يصلك كل جديد. أمير سيقف سمير عند حده بعد الأحداث الأخيرة. أمير سيبعد فريدة عن سمير لأنه اكتشف نوايا السيئة اتجاه فريدة. فريدة بعد أن أمير أنقذها ستشكر أمير، نتيجة لذلك ستقع فريدة بحب أمير وستطلب السماح من أمير لأنها غادرت مع سميح. شاهدنا بالإعلان أن جيمرا ذهبت إلى أمير، لكن أمير لن يرد على جيمرا ولن يعطيها أي فرصة للتحدث. كما سيتخذ إجراءات حول كمور لأنه يعرف الحقيقة الآن، لكن كمور لا تريد الابتعاد عن كمال. نارين وكما سيقرران مغادرة كمور من القصر، وبعدها سيتزوجا كمال ونارين لأن لا توجد أي عاقبة أمامهم، وأيضا ستعود نظر نارين إليها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. كل ما عليك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، ودعمنا باللايك لكي نستمر في نشر الفيديوهات إن شاء الله. والآن نداكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.